بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بودي النهاردة راجع بطريقة مختلفة ان احنا نشوف مع بعض فيلم وثائقي عن تاريخ جامع القرآن الكريم. انا حطيت لحضراتكم النهاردة على الجروب بعض الافلام ديت، فياريت كنا مرشح منها او كنا هنشوف دلوقتي الفيلم بتاع الجزيرة عاملاه، فيلم كويس فيه مجهود عظيم، والفيلم الثاني اللي هو فيه الكتابة العربية، بحيث ندرك بالضبط احنا بنتكلم عن تطور كتابة القرآن الكريم، ندرك ازاي انتقلت الكتابة من العصر العثماني او من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عصر سيدنا ابو بكر، ثم عصر سيدنا عثمان، ثم الى يومنا هذا. ده بيدينا تصور جيد عن تطور الكتابة العربية، وبالتالي معها تطور كتابة القرآن الكريم. هو في سلسلة اسمها رحلة القرآن، دي 24 مقطع تقريبا، في سلسلة تانية 15، ما تأكدتش هما نفس الشيء، بس عرضوا على قنوات مختلفة ولا لا، ما لحقتش، بس يبدو ان هما كويسين وفيهم شغل كويس. سلسلة 24 مقطع و 15 مقطع، كل فيلم منهم حوالي 45 دقيقة. احنا هنشوف الفيلم مع بعض وهنعمل ايه، هنناقش الفيلم، وهتلاحظوا انه برضو اللي عملوا الافلام ديت، المعدين اللي عدوا هذه الافلام، في الغالب مش متخصصين، فهتلاقوا ان الفيلم فيه بعض الهنات العلمية اللي حضراتكم المفروض بعد الدراسة تحطوا ايديكم عليها، لان انت وانت بتتفرج على الفيلم قبل ما تدرس غير وانت بتتفرج على الفيلم بعد ما تدرس. بين يديها ولا من خلفها نبراسا ابديا، وكفل له حراسه وسدنته. نبدأ من الاول يا شباب ولا كده كويس؟ كما انزل، وسيبقى إلى ما يشاء الله له دون ما تحريف أو تبديل. ياسين والقرآن الحكيم، وكأن الاسم نفسه يدعو كل مسلم أن يقرأ في هذا القرآن. حاميم والكتاب المبين، كلمة القرآن والكتاب تعني العناية بقراءة القرآن وبكتابته وتسجيله. إذا هو كتاب مقروء مكتوب. الاسم العلم هو القرآن، وبعدها الكتاب، ثم بعد ذلك يأتي من ناحية صفات هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. القرآن الكريم هو كتاب الله الذي نزل على نبيه محمد بلغة العرب أو بلغة قريش بالأحرى، لأن لغة قريش كانت هي اللغة الفصحى بالنسبة للعرب. نزل القرآن الكريم عليهم وهم أفصح العرب، يتحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجز، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، فعجز، فتحداهم بصورة واحدة من مثله، ف
فعجزوا. وبينزل القرآن الكريم منجم بمعنى كلمة مفرق في 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والكفار كانوا يقولون إن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان، فجاء القرآن مكذبا لهؤلاء في قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، لا يسمعون الوحي ولا أحد يسمع الوحي. إلا أنهم كانوا يلاحظون تغييرات على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الأربعين من العمر بحسب أفضل الروايات. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. رسول الأم يعتمد على ذلك. كان معظم العرب أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، بل إن القرآن الكريم أشار إلى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي، حتى لا يتهم بأنه نقل القرآن الكريم من لغة أخرى. نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم كان بطريقة واحدة، هي أن جبريل ينزل عليه بهيئة، هذه الهيئة كانت تسمى صلصلة الجرس. يعني أن جبريل حينما كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي كانت تخفق أجنحته فتحدث صوتا، والسر في هذا الصوت أن يستعد الرسول صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي فلا ينشغل بشيء من الأشياء. ولذلك كان القرآن ينزل منجما، يعني متفرقا، لا ينزل مرة واحدة، رحمة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قيل إنه نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء العزة في الدنيا في شهر رمضان المبارك، كما قال ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي المرة الأولى التي نزل جبريل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم رآه رأي العين في الخمس آيات التي نزلت في صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن معنى هذا أن جبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، ثم بلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن ينسى آية من القرآن، فكان يقرأ وراء جبريل يحرك لسانه. الله سبحانه وتعالى أمره بأنه لا يفعل ذلك، لأن حفظ القرآن الله سبحانه وتعالى سيهيئه له. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ جبريل كان ينصت ويسمع، ثم بعد أن ينتهي جبريل يثبت الله القرآن في قلبه فلا ينسى منه شيئا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هاجر الرسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبها الأوس والخزرج، وهما من القبائل اليمنية المتأثرة بلهجات الجنوب، طلبوا إلى رسول الله أن يدعو ربه كي ينزل القرآن على حرف آخر يوافق لهجتهم واستخدامهم المختلف للمفردات العربية المتفقة في المبنى والمختلفة في المعنى والاستخدام. ومثلما كان من الأوس والخزرج، طلبت بقية القبائل العربية التي دخلت في الإسلام أن ينزل القرآن موافقا للهجاتها المختلفة حتى صارت الأحرف سبعة وهي جميع اللهجات العربية. كانت هذه اللهجات تتميز ببعض الألفاظ المستعملة في لهجة وهي غير مستعملة في لهجة أخرى. فمثلا كلمة الفتح، الجزيرة العربية انقسمت إلى قسمين في فهمها، الفتح في الجنوب بمعنى الحكم، والفتح في الشمال بمعنى فتح الأبواب وفتح الأمصار. القرآن الكريم اشتمل على نفس المعنيين، فوجدنا قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يتوقف عندها سيدنا عبد الله بن عباس بالرغم من أنه ترجمان القرآن ويقول لم أفهم هذه الآية حتى سمعت ابنة ذي يزن وهي تقول لخصمها تعال أفاتحك، ففهمت المعنى أنه ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. بهذا ورد، وورد أيضا في القرآن على اللهجة الشمالية مثل قريوة لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. فالفتح ورد في القرآن باللهجتين معا، فهذا حرف وهذا حرف آخر، والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة. ومن هنا نعلم بأن الأحرف السبعة من هي إلا لهجات أراد الله عز وجل بها أن يخفف على الأمة وعلى جزيرة العرب بلهجاتها المختلفة أن تفهم القرآن وأن تقرأه بهكذا. بوحي من رب العزة يحفظ سيد الخلق قرآن ربه في صدره كما حفظه جمع غفير من الصحابة الكرام. هل الصحابة كل همهم القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت تنزل عليه الآية كان يقرأها في الصلاة ويقرأها على أصحابه. والعرب كانت أمة أمية، هذه الأمية ساعدت العرب على الحافظة القوية التي تلتقط ما تسمع فيختزن عندها في الذاكرة ولا تنساها مطلقا. كانوا يتلونه في بيوتهم، وكانت بيوتهم لها دوي كدوي النحل، كانت بيوتهم تعرف لقراءة القرآن. وتشجيع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الحفظ كان يمر على بيوتهم فيسمع منهم القرآن مرة مرة على بيت أبي موسى الأشعري، فأعجب بصوته، فلما قابله بعد ذلك قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك حسن في قراءة القرآن. فقال له أبو موسى الأشعري لو أعلم أنك تسمعني لحضرته لك تحذيرا. صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بخطه في الصحائف لحكمة عليا. كلمة جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعني أمرين، أولا الحفظ في الصدور، ثانيا الكتابة في الصدور.
كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تسجيل ما ينزل بالوحي، فكان له كتاب يستدعيهم بعد نزول بعض الآيات ليكتبوا هذه الآيات فيما هو متاح أمامهم من وسائل الكتابة والتسجيل. كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، الذي يكتب منها عدد بسيط، فاتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم كتابا للوحي بلغوا 40 كاتبا، مثل زيد بن ثابت، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، معاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. ومنهم الخلفاء الأربعة، وعلى رأسهم علي، لأن علي كان شابا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طبعا. يعني لنا أن نتصور أن كتاب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا من خلاصة أصحابه، وكانوا يتميزون بحسن الخط، بحيث الخط الذي يكتب به كلام الله ويكتب به القرآن الكريم يكون في غاية الروعة والبهاء والجمال. لكن الكتابة كانت بدائية، كانت وسائل الكتابة لم تكن منصورة لديهم، كانوا يكتبون في جريد النهر، كانوا يكتبون على صفائح الحجارة، كانوا يكتبون على الجلود، لأن هذه الأشياء هي التي كانت ميسورة لديهم. بعد الهجرة إلى المدينة كثر كتاب الوحي وتزايد عددهم، وكان القرآن يكتب مرتب الآيات ومرتب الصور. هذا الترتيب كان توقيفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء سيدنا جبريل وقال لسيدنا محمد ضع هذه الآية بين آيتي الربا والدين في سورة البقرة. معنى هذا أن كل آية كانت تنزل على رسول الله كان سيدنا جبريل يوضح له موضعها في نفس السورة، وكذلك في ترتيب السور كان أيضا ترتيبا توقيفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جمع القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مرتب الصور ومرتب الآيات، لكن لم يجمع في مصحف واحد. كان من المحتمل أن تنزل آيات أخرى على رسول الله، فإذا كيف كان يمكن إضافتها في المصحف إذا تم جمعه وكتابته؟ لأنه لم يكن معلوما متى سينتهي الوحي، ولأن هناك آيات كانت تنسخ مثلا آية أخرى، فسيحدث التغيير وسيحدث التبديل، ولذلك لم يكتب القرآن في مصحف واحد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض القرآن الكريم مع سيدنا جبريل في شهر رمضان، فكان يقرأ وسيدنا جبريل يسمع، وسيدنا جبريل يقرأ وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، حتى جاء في العام الأخير لحياته الشريفة راجع القرآن مع سيدنا جبريل مرتين، وكانت هذه تسمى العرضة الأخيرة، وحضر فيها سيدنا زيد بن ثابت والنبي يراجع سيدنا جبريل، فكانت هذه العرضة هي المرجع الأساسي للصحابة بعد ذلك. ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يكتبوا شيئا غير القرآن حتى لا يختلط بغيره، يقول لهم لا تكتبوا عني شيئا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. ولكن لم تكن هناك فرصة لجمع القرآن في الأيام القليلة بعد ذلك، لأن الرسول مرض مرض الموت وتوفى بعد ذلك قبل أن يتم جمع القرآن الكريم. ورحل الأمين.
القرآن الكريم في أيدي رجال هم أحرص عليه من حرصهم على أنفسهم. وهنا كان للصحابة دور عظيم في حفظ القرآن وجمعه. أولا الصحابة هم الذين قاموا بحفظه في صدورهم، الصحابة هم الذين قاموا بكتابته في الجريد وفي العظم أو في رقع الجلد أو على رقائق من الحجارة، وكانوا يحفظونه ويحافظون عليه بتدارسه وتلاوته والعمل بتنزيله وما جاء فيه. ولذلك عندما احتاج المسلمون إلى جمع القرآن في عصر أبو بكر تم ذلك بسهولة ويسر، ولم يحدث هناك تحريف أو تبديل أو تغيير لدور الصحابة العظيم في حفظه. تولى الصديق شؤون دولة الإسلام وهي في مهدها، وكانت البداية أثقل على كاهنه من جبل أحد. إنها الردة التي استشرت في معظم البقاع والبضاح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة ارتد كثير من قبائل العرب عن الإسلام. الردة لها صور متعددة. هم مش ارتدوا عن الإسلام، لا، هم ارتدوا عن، كانوا بيعتبروا مثلا الزكاة كانت تعطى لرسول الله فلمن نعطيها؟ احنا مسلمين كل حاجة، بس لما ندفع زكاة لأبي بكر أو بكر من قريش هذا دليل على أننا خاضعون لقريش. ومنهم من ادعى النبوة وكان أخطرهم على الإطلاق مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله. كان مسيلمة من بني حنيفة، وبنو حنيفة يسكنون في اليمامة، وهم فرع من قبائل ربيعة، من شعب كبير اسمه ربيعة. فأما محمد من قريش من مضر يعني. بعض القبائل ارتدت للعنجهية، فكان الناس يقولون لمسيلمة نشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق المضر. فقام سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله بإرسال حملة إليه كان بها كثير من حفظة القرآن الكريم والقراء. ونزلوا في حديقة كبيرة ودارت المعركة هناك، حتى سميت الحديقة حديقة الموت من كثرة القتلى من الفريقين. استشهد في هذه المعركة كما ذكر الرواة 70 من حفظة القرآن الكريم وقرائه، وفي رواية أخرى 700. بذلوا يعني جهودا كبيرة، كان أحدهم يرسم خطا على الأرض حتى لا يتجاوزه، ويقسم ألا يغادر هذا الخط إما إلى الأمام وإما أن يموت على الخط. ولذلك سميت معركة اليمامة بمذبحة القراء، لما حفاظ القرآن الكريم. لكن بطل حروب الردة هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه، ده الورقة الرابعة في يد أبي بكر، في أي مكان يضعه يحقق. لكن هناك صحابة كثيرون كانوا يحفظون القرآن الكريم، لكن عمر بن الخطاب خاف على ضياع القرآن بموت الحفاظ. وربما تضيع كلمة من القرآن الكريم، ربما نختلف حول حرف من القرآن الكريم. فأشار على أبي بكر أن نكتب القرآن في صحف مرة أخرى. لماذا؟ لأن القرآن المكتوب في الجلود والحجارة وجريد النحل من الممكن أن يتعرض للزوال. سيدنا أبو بكر قال له كيف أفعل الشيء لم يفعله رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا عمر قال له هو والله خير، وأخذ يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر. فأرسل سيدنا أبو بكر لسيدنا زيد بن ثابت وقال له أنت شاب لا نتهم، ونريد لك أن تختار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تختار لتجمع القرآن الكريم ولتنقلوه كله نقلا تاما كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا زيد بن ثابت توجه سخيفة من هذا وقال ما قاله أبو بكر لسيدنا عمر، حتى أخذ رجعه حتى يقول سيدنا زيد بن ثابت حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر، ويقول والله لو كلفني أبو بكر نقل جبل لكان أهون علي مما كلفني به. وحانت ساعة الجمع حين شرع كاتب الوحي الأشهر زيد بن ثابت يجمع ما تفرق من آي الذكر الحكيم، يشرف عليه ويعاونه الشيخان أبو بكر وعمر، فيتحرى القوم الدقة في عمل لا يعدله صنيع في تاريخ الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سيدنا زيد بن ثابت لم يكتب مما حفظ رغم أنه يحفظ القرآن، كان حاضرا للعرض الأخيرة. فتنقل زيد بن ثابت ومن يعاونه من الصحابة رضوان الله عليهم مثل عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وغيرهم يجمعون القرآن من ما هو مكتوب على الجلود النخافي اللي سعف النخلي أو الحجارة أو عظم الأكتاف أو غيرها، تقريبا في أوائل 12 من الهجرة. وكانوا لا يأخذون شيئا مكتوب عليه آيات من القرآن إلا بعد أن يشهد عليه شاهدين. شرط التدوين أن يطابق المكتوب في السطور ما حفظ في الصدور، والمعنى الآخر أي شاهدين عدلين على أن هذا ما قاله أو ما وجداه قد كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع ما يستطيع وبقيت صورة واحدة هي صورة التوبة. لم يجدها زيد إلا عند صحابي واحد هو خزيمة بن ثابت الأنصاري. وجدها إيه؟ هي محفوظة في صدر سيدنا زيد لكنه لم يريد أن يكتبها وحده، ومحفوظة في صدر الصحابة لكنه كان يريد أن يوثق ما حفظ السطور بما السطور لما كتب السطور، فلم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري الصحابي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وفي رواية أخرى أنه قال من شهد له خزيمة فحسبه وكفى، فأخذها منه مكتوبة على رقعة فاعتمدها زيد بن ثابت. فكان اهتمام سيدنا زيد ومعه بقية الصحابة اللي هو معاذ وأبي ومعاوية إلى أن تم جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر، وهذا يؤكد اتصال السند الكتابي للقرآن الكريم. لم ينقطع الاتصال السند الكتابي للقرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده جمع كل شيء عن القرآن الكريم ونزلت الآيات كاملة كما نقرأها الآن
في عصر أبو بكر أراد أن يواصل هذا السند الكتابي فحفظ القرآن وجمعه في صحف ووضع عنده هذه الصحائف إلى أن توفى، وبقيت مع سيدنا عمر إلى أن توفى ووضعت عند حفص بنت سيدنا عمر. لم يحدث في عهد عمر أي خلافات حول قراءة القرآن وحول تحفيظ القرآن، لأن الناس كانوا مشغولين بالفتوحات إلى أن جاء عثمان بن عفان. تشعبت دولة الإسلام في ظل الفاروق، وتوالت الفتوحات شرقا وغربا في عهد ذي النورين، لكن سبيلها ظلت واحدة وكتابها لم يختلف عليه اثنان، خاصة عندما لم يترك عثمان مجالا للفرقة حين رأى ضرورة جمع القرآن على لسان واحد ليجمع به شمل المسلمين. في عهد سيدنا عثمان كان سبب جمع القرآن لسيدنا عثمان اختلاف الروايات والقراءات في الأمصار. القرآن الكريم كما نعلم أنه نزل على سبعة أحرف، بمعنى سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. فمثلا في قوله تعالى قل تعالوا، تعالوا ممكن معنى أقبل، معنى هلوم، عجل، أسرع، نحوي، قصدي، كل هذا كان موجودا في نزول القرآن. لكن في بداية الأمر نزل القرآن بلغة قريش، فلما دخلت قبائل كثيرة بعد ذلك نزل القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على الناس، فالصحابة كل واحد كان يقرأ بحرف لأنهم ليسوا مأمورين بالقراءة بالسبعة أحرف بل بأي حرف شاءوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقرأوا بأي حرف شئتم وأي حرف قرأتم فقد أصبتم، فكل صحابي اختار له حرف. انساح المسلمون في بلاد الله ينشرون دين الله، وحينما اتسعت البلاد ذهب كل صحابي إلى بلد وكان له أتباع يحفظهم القرآن على الحرف الذي اختاره. من هنا بدأ هذا يقرأ بلهجته وبدأ هذا يقرأ بلهجته. لما اجتمعوا في غزوة أرمينية وأذربيجان اختلف هذا يخطئ ذاك وذاك يخطئ هذا وكادوا يقتتلون، مما جعل سيدنا حذيفة بن اليمن وهو في أرمينية وأذربيجان فوق من إيران في هذا العام ينشروا الإسلام ويفتحوا البلد للدعوة الإسلامية، ووجد هناك من الشباب من يتشجر بسبب القراءات، فترك الجيش وذهب إلى سيدنا عثمان وقال له أدرك الأمة حتى لا تختلف في القرآن الكريم. قرت عين أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى الجمع الجديد للقرآن الكريم نقلا عن صحائف أبي بكر الصديق. ساعتها قرر نفسه ليبعث به إلى الأمصار حفاظا على كتاب الله عز وجل من أي شبهة تحريف أو مظنة تبديل. فجمع سيدنا عثمان بن عفان الصحابة، وكانوا في ذلك الوقت في المدينة 12,000 صحابي يحفظون القرآن الكريم. يبعث إلى السيدة حفصة بنت عمر ويطلب منها إيه؟ يطلب منها صحائف القرآن الكريم المسجلة عندها والمحفوظة عندها في مكان لا تصل إليه الأرض ولا يصل إليه العقول ولا يصل إليه أي شيء، وموضوع مغلف في حرير ومغلف في جداد بحيث ومحصن تحصين كامل مصفح بحيث لا يصل إليه شيء. وجاء بسيدنا زيد بن ثابت أيضا الذي كان حاضرا للعرض الأخيرة وهو الذي جمع المكتوبات في عهد سيدنا
أبي بكر مش يعيدوا كتابته، يعيدوا النسخ، يعيدون النسخ بحيث يكتب من القرآن الكريم عدة نسخ، روي أنها خمسة نسخ كتبت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. أرسل بكل مصحف إلى حاضرة من حواضر الإسلام، فأرسل إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة، وأرسل مع كل مصحف صحابيا يجيد ما يقرأه أهل المدينة حتى لا تحدث هناك فجوة بين ما هو مكتوب وما هو مقروء لديهم. هذا نص قرآني عثماني قرشي كما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما بتمام. وفي أثناء كتابته كان سيدنا عثمان يقول لهم: إذا اختلفتم فاكتبوه بحرف قريش، لأن القرآن نزل أولا بلغة قريش. فليقول قائل: كيف نلغي عثمان الأحرف الستة؟ نقول له: هذا كان بالاختيار وأن الأمر مباح، فلما حدث منه فساد قصر عثمان القراءة على حرف واحد، وبذلك حفظ الأمة من الافتراق على القرآن الكريم. لكن لم يكن في نية عثمان أن تظل القراءة واحد، بل هو يريد أن لفترة معينة، فترة مؤقتة، حتى ينضبط الناس وتستقر الأمور وتستقر الفتوحات، فيسمح بالروايات الأخرى. ولذلك إحنا ما زلنا حتى الآن نطلق على القرآن الكريم حتى لأنه قال أدر مكتوب بالرسم العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي كانت تستحي منه الملائكة. الرسم العثماني هل هذا توقيفي؟ يعني نزل عن طريق الوحي؟ ولا اجتهاد من عثمان؟ لا، كان اجتهاد، هذا هو الرأي الراجع، اجتهاد من عثمان. معنى هذا أن إذا أراد أحد أن يكتب القرآن على الطريقة الإملائية الحديثة لا مانع، لكن أحسن أن نظل على كتابة القرآن بالتراث للرسم العثماني. الرسم العثماني لم يكن منقوطا، ليس هناك نقط، ليس هناك تشكيل، ليس هناك همزة، ليس هناك مد. كان الرسم العثماني مستوعبا لكيفية أداء القرآن الكريم، إذا مر بالإفراد مر بالجمع، الرسم العثماني يستوعب هذا، مثل قوله تعالى: والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، جاءت بالإفراد وجاءت بالجمع أيضا، والذين هم لأماناتهم، فجاء الرسم العثماني مستوعبا لهذا. وجمعوا القرآن في مصحف واحد على لغة واحدة برسم واحد وبلهجة واحدة وأحرقوا كل ما عدا. صارت الأمة من عهد سيدنا عثمان إلى القرن الرابع لا خلاف حول القراءة، وكلهم مرتبطون برسم المصحف الذي كان عند سيدنا أو في عهد سيدنا عثمان بن عفان. إذن القرآن الكريم قد شهد جمعا في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتب الآيات ومرتب الصور، لكن لم يكن مجموعا في مصحف واحد. في عصر أبي بكر كان مرتب الآيات ومرتب الصور، لكن جمع في صحف، ليس مصحفا له دفتان، لا، عبارة عن عدة صحف. في عصر عثمان جمع في مصحف واحد، أي بين جلدتين كما نراه الآن. وإذن كنا ألمون صلوا على النبي. هل لو كنا شفنا الفيديو دوت قبل ما ندرس الدورة هل كان هيبقى استيعابنا المعلومات زي كده؟ لا، اظن كان في حاجات كتير قوي هتعدي من علينا من غير ما ناخد بالنا منها، صح؟ بل ان احنا دلوقتي انا ازعم ان احنا بنسمع وفي حاجات احنا ايه شويه يعني ايه، لا مش بالظبط كده، مش بالظبط كده يا عم الشيخ يعني، وهكذا. وده الفرق يا جماعه بين اخذ المعلومات من فيلم وثائقي وحضور المحاضرات والتعلم على ايدي المشايخ، وده الفرق بين اخذ المعلومات من فيلم وثائقي او بوسيله اقل من هذا، انك تاخذ المعلومات من واحد لا هو من المشايخ ولا حتى شاف فيلم وثائقي.
شوفوا مقدار الفجوة اللي هتكون في إيصال المعلومة عاملة إزاي. يعني ده فيلم وثائقي متعوب عليه. على فكرة الناس اللي بيتكلموا في الفيلم ده كلهم أساتذة كبار، منهم الدكتور المحمدي عبد الرحمن اللي هو ببدلة كرافطة، اللي هو كان بيجي كتير، أكتر واحد تقريبا بيجي، صوته مميز شوية. ده كان أحد المناقشين، ناقشني في رسالة الدكتوراه. هو في الصورة معانا وكذا، طبعا احنا صورنا لا شك. فأساتذة كبار. تلقي المعلومات على أيدي المشايخ، على أيدي أهل العلم، يختلف تماما عن أن الواحد يسمع كده معلومة الطايش، أو أنه هو يشوفها في فيلم، أو يسمع برنامج، أو حد مش متخصص أو كذا. طيب هل دولنا حاجة؟ طيب يلا تفضل. هو ذكر في الفيلم ان الاوس والخزرج هم اللي طلبوا من الملك ان يدعو عشان ينزل القران بالحروف السبعه وباقي القبائل كامله. هل ده هو هو اللي حصل فعلا؟ انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، انا لا اذكر الان هل هم كانوا من الاوس والخزرج تحديدا ولا لا، لكن يغلب على الظن ان هم من الاوس والخزرج، يعني مش هيبقى فيه، مش هيتاثر على هذا امر عظيم. لكن هو الثابت انه التيسير بقراءة القرآن على اللهجات المختلفة كان في المدينة، ما كانش في مكة، لان القبائل المختلفة دخلت الاسلام في المدينة. في مكة كانت فترة اضطهاد، فكان يدوب المكين اللي اسلموا مع حبة من المدينين، مع واحد اتنين تلاتة من هنا، فما كانش في حاجة للتوسع وكذا. وانه التيسير لما انزله الله سبحانه وتعالى شمل القرآن المكي والمدني، انه كان في نزل نص القرآن تقريبا في مكة، مش كده؟ فالتيسير لما ربنا سبحانه يسر وأذن بقراءة القرآن بأكثر من لهجة من لهجات العرب، شمل هذا التيسير القسمين، مش اللي لسه هينزل بس كمان، لا، اللي لسه هينزل واللي نزل. الوحي لم ينقطع. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراجع مع سيدنا جبريل في كل عام، كل ما نزل عليه من أول اقرأ لحد آخر شيء نزل عليه في كل عام مرة صلى الله عليه وسلم. طيب اتفضلي. أنا هو دي صورة من صور نزول الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يسمع بجوار أذنيه مثل صلصلة الجرس. تعليل الشيخ ده بأنه علشان الرسول يستعد، دي اجتهاد منه علشان يحاول يعني يفسر الموقف، لكن هو الحقيقة مش الرسول بيستعد لما يسمع صلصلة الجرس، ده هو صلصلة الجرس هي نفسها حالة الوحي. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل على صورته التي خلقه الله عليها حوالي مرتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك كان يأتيه في صورة دحية الكلبي أو سواها من الصور المختلفة. ماشي. إيه كمان؟ تفضلي. وذكر أن اللجنة بتاعت جامع المصحف في العهد الفكري كان فيها عبد الله بن الزبير وسعيد بن لا، هو استثبت انه الرئيس اللجنة كان سيدنا زيد بن ثابت، وقلنا انه استعان بناس، مش كده؟ كان منهم سيدنا عثمان نفسه، وكان منهم سيدنا ابو بكر وغيره، لكن الكتب ما ذكرتش الاسماء اللي هو ذكرها. يبدو انه هو حصل خلط شوية بين جامع القرآن في عهد سيدنا ابو بكر وجامع القرآن في عهد سيدنا عثمان. كويس جدا. ده نفس ده الرأي المنتشر يا اخوانا، هتلاقوا كتير قوي من الأساتذة اللي بيدرسوا تاريخ، واللي بيدرسوا يعني ايه متخصصين في التاريخ وفي غيرها، في اللغة العربية، في أدب اللغة العربية، في غيرها، حتى بعض المتخصصين في القرآن وعلومه لم يحققوا المسألة. احنا نقلنا لكم تحقيق المسألة عن واحد من مشايخنا اللي هو يعتبر آخر مشايخ عصور الحواشي والمتون، توفاه الله قريبا رحمه الله، شيخنا الدكتور إبراهيم خليفة. هذا الرجل حقق المسألة بالطريقة اللي احنا قرأناها على حضراتكم هذه، وهذا ما ترتاح إليه النفس. أي كلام هيتقال غير كده هيبقى فيه طعن في القرآن والله أعلم.
هو اللي بيقول اللي يقول برأي ان هو خلاني سمع شد بيستند على ايه او ايه دليله على 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 هذا الكلام؟ دليل على هذا الكلام ما فهمه من معنى كلمة أو بناء على تفسيره لكلمة إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فهو يتصور إن السبعة أحرف معناها إن كل كلمة في القرآن تقرأ بسبع طرق مختلفة. ما هو بيقول مستندا الى هذا، وبيضيف على كده حاجه تانية وهي ان الحاجات دي مش موجوده دلوقتي، وبالتالي راحت فين؟ يبقى راحت مع جامع سيدنا عثمان. انا عايز اعرف اللي بيقول ان سيدنا عثمان كتبه بلسان واحد واكبر الناس على لغه واحده بيستند على ايه؟ كويس، الاجابه كده يستند على ان ما كانش موجود في عهد سيدنا عثمان. كويس، الامر الثاني يستند على انه في حديث بيقول ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف، فسأل نفسه سؤال ما معنى السبعة احرف؟ سبعة احرف يعني سبعة لهجات مختلفة من لهجات العرب. كويس قوي، فين دولت؟ مش موجودين. يبقى اذا اللي سيدنا عثمان عمله هو انه جمع الناس على حرف واحد. ما هو في خلاف في تفسير ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف. كويس كده، هو فهم من كلمة سبعة احرف سبع لهجات مختلفة، احنا فهمنا من سبعة احرف سبع طرق في الاداء. في فرق بين الاثنين، سبع احرف يعني تعالى هلم اقبل عجل اسرع، سبع طرق في الاداء طه طاهي كده وهكذا، واخد بال حضرتك؟ فإذا الخلاف مبني على تفسير السبعة أحرف الراجح اللي احنا بنقوله طبعا. خلاص كده، نعم، لأنه أشهرها، يعني هو أحيانا ينسب الشيء لمن أشهره وأذاعه، زي بالضبط نسبة القراءات للقراء مع انه مش هم اصحابها، هي القراءات مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، لكن ليه بنقول قراءة حفص؟ ليه بنقول قراءة حمزة؟ لانه هو من اشهرها وتفرغ لنشرها بين الناس بس. فهو المصحف لما كتب في عهد سيدنا عثمان، سيدنا عثمان بعث بالامصار، بعث الى الامصار المختلفة بالنسخ مختلفة، فالناس عرف ايوه ده رسم عثمان بس، لكن هو كان موجود الرسم قبل ذلك. معاني مختلفة، احنا كنا خدنا معاني مختلفة، تعالى وأقبل، وهم لا، هو معنى واحد في النهاية، وأنهم معاني مختلفة. لا، هي المعاني مش مختلفة، نعم، ده كان في أيضا يعني عدم دقة في التعبير، هي المعاني مش مختلفة إلا إذا فسرنا كلمة الاختلاف. ما معنى الاختلاف؟ التضاد؟ لا، يبقى لما يقول مختلفة ما يفهمش منها التضاد، لكن التنوع. فكلامه صحيح إذا أريد بكلمة الاختلاف ماذا؟ التنوع. التنوع. تاني كده إيه اللي حصل؟ مرتب الآيات، نعم، لكن مرتب الصور دي ما كانش نعم مرتب، لكنه كان يقرأ مرتبا. الترتيب نعم. نعم. قال إن فعل سيدنا أبو بكر لم يكن المصحف الموع يعني مرتبا في مصحف واحد. فعل سيدنا أبو بكر. نعم، قلنا كده. إحنا قلنا كده. قلنا إن المصحف في عهد سيدنا أبو بكر لم يكن مرتب الصور. نعم، لكنه كمرتب الآيات. ترتيب الصور جه في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. ماشي، تفضلي. اللي هو إيه؟ لا، جمع بين دفتين في صحائف، ده في عهد النبي. لا 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 لا،
هو اللي بيحصل في الأفلام الموثقية دي إيه؟ إن هما بيعملوا لقاء كامل مع الشيخ أو مع عدد من المشايخ خلاص، وبعدين يقعد يقطع. فاللي بيقطع اللي بيعمل المونتاج ده لو مش صاحي هيدخل حاجات في بعضها خلاص. فهو لا، في أحد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن بين دفتين، كان مفرق فين؟ في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبس لفت نظري انه قال العمل مصاحب بعد مصر والكفر ومكه والمدينه، يعني في مصر مش كانت موجوده، يعني مش حاجه بعدش. هو يعني تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عدا، فهو ذكر دول. وفي الشام كمان، الشام كانت موجوده وكانت مفتوح، واليمن كانت موجوده ومفتوح ولم تذكر. يعني لا مش مقصور طبعا. احنا قلنا حتى ان الروايات، في رواية بتقول اربع مصاحف، ورواية بتقول خمسة، رواية ستة، وفي رواية بتقول تمانية. وقلنا انه الترجيح اذا قلنا هنرجح يبقى للروايات الاكثر، باعتبار انه عدد الامصار اكثر، ولانه عايز يقضي على الاختلاف بين الناس. ايه معنى كلمة توقيفي؟ يعني ارشاد من الرسول بس كده. هل هذه الهيئة المخصوصة في الكتابة نزل بها وحي بس؟ فهو سيدنا عثمان لما كان بيكتب كان بيكتب بناء على السقف المعرفي اللي موجود في عصره. الناس بتكتب كده، دي احسن حاجة الناس بيكتبوا بيها. ايوه، بناء على كتابة الصحابة والرسول شافها ووافقهم عليها. لكن ده أمر، وإنه يأتي وحي من الله بإنه القرآن لا يكتب إلا على هذه الشكل أمر آخر. عشان كده العلماء مختلفين. اللي هترتب على ده إيه؟ لو أنا دلوقتي جاي بحفظ قرآن وعايز أحفظ، وكانوا زمان عشان الواحد يحفظ كان الشيخ يقول له اكتب اللوح ثلاث مرات. ها؟ لو أنا دلوقتي جيت أكتب اللوح ثلاث مرات، هل لازم أرسمه بالضبط زي المصحف، ولا ممكن أرسمه بالكتابة الحديثة؟ لو أنا رسمته، لو كان توقيفي ورسمته بالكتابة الحديثة يبقى حرام. لو كان توقيفي وكتبت كلمة سماوات بالإنجليزي حتى وإن عملتها فرانكو يبقى حرام، وهكذا. فهو الكتابة الصحيحة أنها توقيفية، لكن العلماء حتى اللي قالوا إن هي اجتهادية حفاظا على القرآن وحتى لا يفتح الباب، قالوا حتى وإن كانت اجتهادية سنبقي عليها كما هي. لكن احنا عارفين ان هي مش توقيفية. واضح كده؟ تفضلي. اترتبت ازاي؟ زي ما هو موجود دلوقتي في المصحف. ايوه، انا قلت ان هو مش توقيفي، يعني معتبر اجتهاد من المصحف. يعني السبب ان هم رتبوها بالشكل ده بالضبط. ليه مش بالعكس مثلا؟ ما بدأناش مثلا بيقرأ على سبيل المثال. عايزة تقولي كده حضرتك؟ طيب السبب، احنا استندنا المرة اللي فاتت قلنا في حديث مش كده؟ كيف كان صحابة رسول الله يقرؤون؟ قال لك يقرؤون ايه؟ يقرؤون ثلاثا وخمسا وسبعا. نرجع بقى المحاضرة اللي فاتت ونشوف الحديث. فهو كان في ترتيب معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ورد من القرآن بيقرأ به، والصحابة كان ليهم أوراد من القرآن بيقرأوا بيها. فكان ترتيب القرآن على النحو اللي موجود الآن معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه اللي كان بيقرأ القرآن عايز يختمه يبدأ بالفتح، ثم البقرة، ثم العمران، ثم النساء، وهكذا. حتى النبي لما كان بيصلي للصحابة كان بيصلي لهم بهذا الترتيب. تمام كده؟ برضو العلماء اختلف، هل هذا الترتيب توقيفي ولا اجتهادي؟ حتى وإن كان اجتهادي فهو اختيار رسول الله لنفسه واختيار الصحابة لأنفسهم خير من اختيارنا لأنفسنا. يعني حتى وإن قلنا وافترضنا إنه هذا الترتيب لم يأتي به أمر من عند الله، حتى وإن قلنا هذا، فسنبقي على هذا الترتيب لأنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان مش واجب ترتيب القرآن على هذا النحو. وهو بالفعل مش واجب، بدليل انه يجوز للواحد فينا انه يعمل مصحف في سورة ياسين والواقعة والرحمن، مش كده؟ وهما مش مرتبين، صح كده؟ مش احنا بنشوف كده في مصاحف مطبوعة فيها سورة ياسين والواقعة والرحمن والمعوذات وبيبيعهم لوحدهم، وهم مش مرتبين لهم. فهو القرآن ترتيبه
ترتيب صوره اجتهادي حتى وهو وإن حتى وإن كان اجتهاديا فإيه فالإبقاء على هذا الاجتهاد النبي لنفسه والصحابة لأنفسهم خير من اختيارنا لأنفسهم. نفس الكلام فيها خلاف. بعض الناس قالوا أن هذه الأسماء اجتهادية وبعضهم قالوا إنها توقيفية. توقيفية يعني الرسول كان بيقول لهم دي سورة كذا ودي سورة كذا. بالضبط كده. أو الرسول كان بيرد في أثناء كلامه تسمية للسورة فيقول لهم مثلا تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة فكده إيه هو خد بالك حضرتك هذا ورد في بعض السور لكن ما وردش في كل السور. فالعلماء سألوا أنفسهم سؤال هل الرسول سمى كل السور زي ما سمى البقرة وآل عمران ولا لا؟ قالوا احتمال يكون عمل في كل السور زي ما عمل في البقرة وآل عمران. في فريق تاني قال لا ما عندناش دليل ولا نص وبالتالي ما نقدرش نحكم على شيء ما عندناش عليه دليل. ومن هنا جاء الاختلاف هل تسمية السور توقيفية ولا اجتهادية. وإذا قلنا أنها اجتهادية فمن الذي اجتهد وسماها؟ أدنى حاجة الصحابة. إذا ما كانش الرسول يبقى إيه؟ يبقى اجتهاد الصحابة. واجتهاد الصحابة مش حاجة صغيرة ولا حاجة بسيطة. تمام كده. فهو السور إما أن يكون سماها الرسول أو أن يسمها مين؟ الصحابة رضوان الله عليه. حضور البيت هو الرسول كان بينزل بعد انقضاء شهر رمضان ويعرض على أصحابه ما تلاه مع جبريل عليه السلام. هو الرسول بعد انقضاء رمضان ينزل لا بعد رمضان النبي كان يبلغهم اللي حصل مع جبريل سواء كان يوم ويوم أو بعد رمضان. القصد أنه الرسول كان يتلقى من جبريل من جبريل هو معلمه مش كده. وبعدين الرسول يقول لأصحابه ما حدث مع جبريل أنه هذه الآيات نسخت هذه الآيات كذا هذه الآيات كذا. فسيدنا زيد كان ممن حضر العرض الأخيرة يعني حضر العرض الأخيرة يعني ما كانش قاعد مع سيدنا النبي وجبريل لكن معناها أنه بلغه ما حدث بين النبي وجبريل ماشي كده. كان من الصحابة الذين بلغهم ما حدث بين النبي وجبريل في العرض الأخير. إيه سبب اختلافهم في كتابة تابوت وتابوت؟ يعني لو كان التابوت تابوت من القراءات اللي هم سمعوها من الرسول هتتكتب ده معنى كده مين مش من القراءات؟ هذا مش اختلاف صوتي هو اختلاف في الكتاب لأن التابوت ما لهاش غير قراءة واحدة. يعني نقصد جابوها من هو أكيد سمعوها من الرسول. لا هم كانوا مختلفين في طريقة كتابتها مش قراءتها. الرسم كيف تكتب بالتاء المربوطة ولا المفتوحة؟ الكتابة المفتوحة أو المنقوطة بس. لكن هي التابوه ما فيهاش قراءة التابوه خالص. الله أعلم. في سؤال؟ لا برضو هذا الكلام يعني يعزوه شيء من الدقة وهو إنه لهجة قريش هي طبعا لهجة قريش مش هي الفصحى والباقي عامية. هو بالنسبة لنا احنا كل اللهجات التي نزل القرآن في وقتها هي بالنسبة لنا احنا كلها فصحى لكن هي أفصح. يعني أفصح يعني لهجة يعرفها كل العرب لهجة أسهل لهجة أكثر تداولا زي اللهجة المصرية بين العرب دلوقتي. ما تقدرش تقول إن اللهجة المصرية هي الفصحى والباقي عامية لكنها اللهجة الأكثر تداولا. لما بتقابل خليجي ومغربي يتكلموا مصري الاثنين عشان يفهموا بعض. فهو اللهجة القرشية في وقتها كانت بهذا الشكل. ليه؟ لأن قريش كانت ملتقى قبائل وفيها الكعبة فكانوا بينتقوا من كل لسان أفضل ما فيه وأخف ما فيه على السمع وكذا. فلهجتهم تكونت عبر السنين والقرون بهذا الشكل بحيث أصارت لهجة شائعة عامة بين الناس. فالقرآن لما نزل بلهجة قريش. ليه؟ لأنها طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي
ولأن الله لما اختاره قرشيا كان بيهيئ الأمور لهذا. هو القدر الإلهي يقدر الأمر أحسنتي ماشي في هذا الاتجاه، النبي سيكون قرشيا. طب لما هينزل القرآن هيفهموا بس العائلة بتاعته مثلا؟ فهو في تهيئات أخرى للقدر، إن قريش دلوقتي يبقوا فيه وفي عند الكعبة قبل النبي ما بعث ب200 سنة، في تهيئات للقدر إنه اللهجة دي تكون منتشرة بين العرب وهكذا. يعني هذا الكلام أيضا فيه شيء من الصحة، وهو أن القرآن فعلا نزل منجما يعني مفرقا، والقرآن ثابت أنه كان ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد عند نزول الوحي شدة، مش كده ولا إيه؟ فهو نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رحمة بالنبي ورحمة بالأمة أيضا. ما هو أسباب كتير، يعني هو تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عدا، أسباب كتير منها هذا. نبص للسبب ده لوحده، هل هذا السبب لو احنا فكرنا فيه لوحده كده يمشي ولا ما يمشيش؟ مستحيل يمشي. طب إذا مشي هل معنى كده أنه بينفي غيره؟ لا، مش معناه أنه بينفي غيره. فهو نزول القرآن مفرقا فيه رحمة بينا، طبعا فيه رحمة بينا أو بالصحابة اللي كانوا يشاهدوا نزول الوحي، تمام؟ عشان الأوامر الإلهية تتنازل عليهم شوية بشوية، تخاطب عقولهم، تخاطب قلوبهم، تربيهم إلى آخره. في رحمة بالنبي، نعم، لأن النبي كان يجد من الوحي شدة. خلاص كده. طيب يبقى إذن دي ممكن تفهم من هذا. هل لا يفهم؟ يعني هل ما فيش فايدة من نزول القرآن منجما إلا هذا؟ لا، في فوائد كتير مذكورة في كتب علوم القرآن، فدي فائدة من الفوائد. تاريخ ايه؟ 12 هجرية، كان تقريبا 12 هجرية. اتفضلي. هو كان بيقول ان الحروب اللي بعد تعام سيدنا ابو بكر كانت حروب بس هي مانع الزكاة، كان في حروب ردة لوحدها. كان في حروب الردة ومانع الزكاة، الاثنين كانوا مع بعضهم. يعني الاول كان الارتداء عن الاسلام، حرب بسبب الارتداء عن الدين. الحرب الثانية كانت لعدم الخضوع لسلطان الدولة. تفضلي. حضرتك بتقول ان هو شاهد الرسول عليه السلام في ليلة البدرين بصورة ملائكية ثلاث مرات، مرة في الغار هي في إسراء، المرة الثانية اللي انا اذكرها الان بعد انقطاع الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه سيدنا جبريل اول مرة ما جالوش الوحي بعدها مباشرة بعدها بيوم، ولكن انقطع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم فترة. الفترة دي في العلماء بيقولوا أسبوعين، بعضهم بيقول 6 شهور، بعضهم بيقول 3 سنين. ثم لما جاءه بعد ذلك، طبعا هو مش 3 سنين ولا حاجة، يعني هي أقرب من هذا. العلماء بيقول لما جاءه في المرة التي تلت فترة الوحي هذه، رآه في السماء بصورته التي خلقه الله عليه، ثم ذهب بعد ذلك وقال دثروني. المرة الثالثة لا أذكرها، أو لعلهم مرتين اثنتان فقط، وأنا لا أذكر الثالثة الآن. بعد كده كان إما على صورة دحية الكلبي، أو كان يأتيه ويتحدث معه دون أن يراه. الصور الوحي المختلفة التي تحدثنا عنها في الدورة اللي فاتت. طيب نكمل يا اخوانا، في سؤال تاني؟ بسم الله. لا، عبارة عن عدة صحف في عصر عثمان جمعت المصحف الواحد، أي بين جلدتين كما نراه الآن. وإذا قلنا المصحف الأول هو مصحف سيدنا عثمان بنفس الرسم العثماني. وأمة فصيحة لم تكن لتحتاج بسليقتها إلى شكل أو نقط، وكتابة حمالة أوجه تستوعب كل ألسنة العرب. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة،
دي آية في القرآن أو جزء من آية في القرآن الكريم، نجد أحد الأعراب لما قرأها بدون تنقيط قال إيه لما قرأها؟ صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة. الكلمة واحدة في الرسم، لكن الخلاف هنا هو في النقط فوق الحروف، والمعنى واحد. لكن المسلمين من غير العرب كانوا يعتقدون إلى تلك الفترة العربية، كانوا يخطئون في التشكيل أو في وضع النقط على الحروف، كما أن اللحن في الإعراب وتشكيل الكلمة يؤدي حتما إلى الفهم الخطأ، خاصة لدى السامع ذي الفطرة السليمة. دخل أعرابي إلى المدينة واستنطق بعض الصحابة ببعض آيات القرآن الكريم، فقرأ عليه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني ربنا بريء من المشركين وبريء من الرسول، لكن لا ليست هكذا، وإنما وأن الله بريء من المشركين ورسوله، أي رسوله بريء أيضا من المشركين. من هنا استشعر الصحابة أنه لابد من وضع قواعد لتعليم العربية لغير العرب، فكان أبو الأسود الدؤلي حينما سمع بعض الأخطاء في قراءة القرآن الكريم استنهضه سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه كان أدرى باللغة العربية، فجاء إلى بعض الكتاب وقال لهم: سأقرأ القرآن، فإذا وجدتم شفتي ترتفعان فضعوا نقطة فوق الحرف، وإذا وجدتم شفتي تنزلان إلى أسفل فضعوا نقطة تحت الحرف. يضع للصوت علامة حتى يلتزم به الجميع. بهذا بدأت عملية التشكيل للحروف. ثم جاء بعد ذلك الخليل بن أحمد وتلامذته، فبدأوا يضعون النقط فوق الحروف، يبين البه من الته من الته عند النص، فكان الزيادة أو الإضافة أو التطوير في الخط العربي الذي كتب به القرآن وليس زيادة في القرآن، حتى استوت هذه الأطر في موضوع الشكل والنقد، وصار المصحف على هذا النمط الذي نقرأه الآن. ثم أصبح للقراءة وللمصاحف فن قائم بذاته، يعني علامات الوقف وعلامات المد وعلامات الانتهاء الاستجداء. ثم أضيف بعد ذلك عملية التربيع والتجزيل، لكن هذه ليست في صلب القرآن، هي إشارات من الخارج، وهكذا صار المصحف على هذا النمط إلى وقتنا الحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الإعراب أو نقط الإعجام فغرا لأي لحن أو لبس، واستقر للمصحف الشريف رسم الذي غدا مهيئا لاستيعاب أحرف العرب جميعا مناسبا لطرائقهم في النطق دون إخلال بالمعنى فيما عرف بالقراءات. جاء في القرن الرابع من يختلف حول القراءة، هل تثبت بالسند فقط وصحته إلى رسول الله أم لابد من مراعاة الرسم العثماني؟
معنى القراءة أو معنى القراءات هو في النطق والتجويد والتلاوة في الصوت وليس في المعنى أو في كلمة من الكلمة. اجتمع علماء الأمة بقيادة الإمام أبو بكر ابن مجاهد واتفقوا على بعض القواعد التي يختارون بها القراءات المنتشرة في الحواضر الإسلامية. اتفقوا على أنه لا بد من صحة السند، ولا بد من موافقة الرسم العثماني، ولا بد من موافقة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. ثم بحثوا في القراء المشهورين في الحواضر الإسلامية الذين يتميزون أولا بحسن الأداء وبالورع والتقوى والصدق في السلوك. وقع الاختيار على 7 من القراء المشهود لهم، فانطلقوا على مسار الأحرف 7. عبد الله بن كثير من مكة، ونافع من المدينة، وعاصم وحمزة والكسائي من الكوفة، وأبو عمرو بن العلاء من البصرة، وعبد الله بن عامر من الشام. فكانوا في البدء 7. هناك 3 آخرون تتحقق فيهم هذه الشروط، فأضافوا إليهم قراءة سيدنا أبو جعفر وقراءة خلف وقراءة سيدنا يعقوب، فصارت القراءات 10. العشر المشهور، لكن هناك 14 قراءة للقرآن. وانتشرت بعد القراء 10 رواه لكل قارئ، ومنهم عندنا في مصر مثلا حفص عن عاصم. حفص هذا راون عن سيدنا عاصم الذي هو احد القراء 7 والقراء 10. وبناء على ذلك وجدنا في بعض البلاد الاخرى ورش عن نافع او قالون عن نافع، فاستقرت الامور على هذا، ولا يوجد اطلاقا اي اختلافات بين القراءات تتناقض بعضها مع بعض. وبعد ان استقر للمصحف شكله الاولي من نقط وتشكيل وعلامات، فضلا عن التجزيء والتربيع، اجتهد النساخ وتفننوا في انواع الخطوط ما بين كوفي وديواني ونسخ ورقعة وثلث، بغية تزيينه تعظيما لقدره وتقديسا لأحرفه، وتنافس في ذلك المتنافسون، لكن متعتهم بذلك العمل الجليل لم تحل دون المشقة والعناء أمام كثرة الذين يرغبون في اقتناء نسخة من المصحف الشريف. زمان وجند الله لا يزالون في خدمة كتابه الخاتم، فيأتي القرن 15 حاملا معه ما يكفي كل هؤلاء مشقة النقل اليدوي ومضمة الخطأ البشري الوارد. إنها الطباعة التي أثرت على الكتبة الكثير من الجهد ووفرت على النساخ وقتا طويلا. ظهرت الطباعة في ألمانيا في القرن 15 الميلادي تقريبا 1450 ميلادية على يد جوتنبرغ، وأول نسخة من المصحف الشريف طبعت في ألمانيا سنة 1113 هجرية، تقريبا كده بدايات القرن 16 الميلادي. ثم بعد ذلك طبعت نسخة أخرى في إيطاليا، ثم بعد ذلك طبع في مصر في عام 1923 في عهد الملك فؤاد، إلى أن أصبح هناك لدينا مؤسسات لطباعة المصحف الشريف بالرسم العثماني كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما بتمام. عشان
تطبع مصحف لازم اولا تقدم طلب لمجمع البحوث الاسلاميه. به لجنه المصحف خاصه وتضم كبار العلماء في علم القراءات والتدوين، وتقوم هذه اللجنه بمراجعه القران الكريم والتذكير والعنايه في الشكل وفي الضبط وفي علامات الوقف والتاكد من عدم اخطاء او حذف كلمات او مثل هذا القبيل. يتقدم اليها من يريد طبعا مصحف بصورتين او بنسختين من القران التي تم طبعه، ثم بعد ذلك تعطيه امرا او موافقه بالطبع فقط، ثم يعود مرة أخرى إلى اللجنة لمراجعته مرة أخرى. تصريح الطبع دوت بيفرض عليك إنك تطبع 50 مصحف فقط، وبترجع تاني تقدمه لمجمع البحوث، بيتراجع من أول وجديد. فإذا ما تم التأكد من تنفيذ كل الملاحظات التي أبدتها اللجنة وتأكدت أن المصحف المدون داخل هذا الكتاب هو مطابق لجميع المصاحف وليس به أدنى خطأ، حتى النقطة حتى الفتحة أو التقصير في الشكل تتأكد، نعطيه تصريحا بالتداول. طيب الجزء اللي فات ده يا أخوانا في أي سؤال؟ طيب معانا وقت نشوف الكتابة العربية. طيب بسم الله. شمس الإسلام وكان بزوغها إذانا بنهضة كتابية عظيمة تمثلت في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم صحابة الكتابة وتدوين القرآن العظيم منذ فجر البعثة النبوية. ولم تكن الكتابة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منتشرة بين القبائل العربية وناضجة متطورة، وإنما كانت موجودة في الحواضر والمدن وفي من يسوس القوافل التجارية من القبائل كقبيلة قريش. وبهذا يقول ابن فارس: فإنا لم نزعم أن العرب كلها مدرا وعبرا قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها، وما العرب في قديم الزمان إلا كنحن اليوم، فما كل يعرف الكتابة والخط والقراءة. وتشير روايات العربية أيضا إلى ممارسات كتابية متعددة سواء في مدن الحجاز أو في الحواضر العربية في أطراف الشمال. ففي مكة حررت بعض العهود والمحالفات، وفي أطراف الجزيرة كانت الكتابة في إمارة المنابر في الحيرة منتشرة. وما قصة الشاعرين الملتمس وطرفة وكتاب ملك الحيرة للبحرين إلا دليل على بيوع الكتابة في الحيرة والأنبار والبحرين. وفي أطراف الشام كانت الكتب في أولاد جفنة الغساسنة وعمال قيصر معروفة، وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل أيلة وثيماء وجرباء وأدر،
وإلى ملوك حمير وإلى غيرهم، وهذا كله يعطينا صورة واضحة على أن الكتابة في بلاد العرب دائعة منتشرة بالرغم من قلتها لا من بداوتها. إن أصل الكتابة العربية التي دون بها القرآن العظيم عند مؤرخي العرب يشبه أن يكون أسطورة أو خرافة، فمنهم من أوقفه إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من نسبه لآدم وإلى شيف، واعتبر أبجد هوز حطي كلم أسماء قوم وضعوا العربية، ومنهم من سماه الجزم لأنه اقتطع من المسند الحميري، ومنهم من يرى انتقاله من اليمن للحيرة ثم إلى الطائف فقريش. إن هذه الآراء لم تصمد أمام الدراسات البيلوغرافية الحديثة التي نسختها، ومن ثم بينت بالبحث أن الكتابة العربية مشتقة من الكتابة الأنباطية، وهي بدورها مشتقة من الآرامية. إن الأبجدية العربية تشارك كثيرا من الأبجديات السامية في ترتيب الحروف، وهناك دلائل تشير إلى أن العرب كانوا يسيرون على نهج أبجد هوز في الترتيب، واستخدموها في أشعارهم، وكذلك استخدموها قيما عددية في الحساب. وأما ترتيب الحروف الحالي المألوف المتبع في زماننا الحاضر فهو ترتيب متأخر حدث في الإسلام، ولذلك نجد أن الحروف الستة التي انفردت فيها العربية عن أخواتها الساميات وسميت بالروادف وضعت في نهاية سلسلة أبجد، وهذا دليل على الرباط الذي يربط الكتابة العربية بالخطوط السامية الأخرى. إن كثرة الكتب التي سطرها كتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والوفود تثير الانتباه وتوضح بما لا شك فيه ضياع وانتشار الكتابة العربية، فقد ذكر ابن سعد أكثر من 110 كتب، وذكر دكتور محمد حميد الله في كتابه مجموعة الوثائق السياسية 246 كتابا ورسالة ترجع للعهد النبوي، وكل هذا جزء يسير مما روي في أمر الكتابة. ويقال إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحتفظ بصندوق مليء بالعهود والمواثيق، وقد احترقت سنة 82 للهجرة. ويبدو أن عامل التلف الذي أصاب تلك الوثائق يوضح لنا ندرتها وعدم وصولها إلينا، ويكفي أن نأخذ فكرة عن الكتابة مما وصل من نقود العصور الإسلامية لنتبين وضوح تطور الحرف الذي سار على هدي كتابة القرآن الأولى والتي تمت في مكة المكرمة وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقسم العلماء الأصوات اللغوية إلى قسمين، أصوات صامتة وأخرى متحركة، وكان نظام الكتابة عند الفينيقيين يتكون من 22 رمزا تكتب منفصلة وتشير إلى الصوامت دون الإشارة إلى صوت حركي قصير أو طويل، واستخدمت الفينيقية للغة الآرامية، ومع مرور الزمن ظهرت الحاجة لتمثيل الحركات، وتمكن نساخ الآرامية في القرن 9 و8 قبل الميلاد استخدام رمزي الواو والياء الصامتين، وتطورت الآرامية خلال عدة قرون دون أن تخطو في تمثيل الحركات. وعندما استخدم الأنباط الآرامية ورث نظام الصامتية مع الضمة والكسرة بالواو والياء، وهذا ما يشير إليه نقش النمارة التي وردت فيه الكلمات أبوه أبوها مقيم مقيم وألول أيلول، وفي نقش أم الجمال جديمة وتنوخ وبنيه وروم، وكل هذه الكلمات تشير إلى استخدام رمزي الواو والياء الصامتين للدلالة على الكسرة والضمة.
ونجد هذا أيضا في جميع النقوش المكتشفة في بلاد الشام، وفي ذلك دليل للرسم الإملائي القرآني الذي ورثته الكتابة الأنباطية عن الآرامية. وأما رمز الفتحة الطويلة فإن الكتابة الآرامية لم توفق كما هي في الضمة والكسرة، لكن الكتابة الأنباطية استطاعت أن تستخدم رمز الألف للدلالة على الفتحة الطويلة في آخر الكلمات دون وسطها، كحارثة ومالك وسلام ونزار ونجران وغير ذلك كما في النقوش. وبذلك أخذت الكتابة العربية عن الأنباطية رموز تمثيل الحركات باستخدام رموز الصوامت الألف والواو والياء. نلاحظ ظاهرة أخرى في النقوش النبطية، وهي ظاهرة كتابة التاء المبسوطة في حارثة وجذيمة، وهي تاء تانيث، مما يؤكد ارتباط الكتابة العربية الوثيق بالأنباطية. ونتيجة لهذا الارتباط بين الكتابة العربية والكتابات السامية، فقد حملت الكتابة العربية كثيرا من ميزات وخصائص الكتابات السامية عامة والنبطية خاصة، فهي تستعمل رمزا واحدا لعدة أصوات مختلفة. وقد ظل هذا الحال في الرسم ساريا حتى منتصف القرن الهجري الأول، حينما استخدمت النقط للتمييز بين الرموز المتفقة في الرسم القرآني. كان القرآن العظيم أهم شيء حمله المسلمون إلى البلاد التي وصلت إليها حركة الفتوح، وكان تعلم القرآن وتلاوته أهم ما يشغل بال الداخلين في الدين الجديد، فظهرت لذلك في الأمصار الإسلامية مدارس لتعليم القرآن وقراءته، وازدادت حركة نسخ المصاحف. ومرت سنوات والمصحف آخذ في تحسين الصورة الخارجية للكتابة العربية والرسم الإملائي. وكما اشتهر أئمة بالإقراء في الأمصار، كذلك كان من وجه عنايته للكتابة ورسم وضبط المصحف على ما جاء في المصحف الإمام. وهكذا وصلتنا المصاحف المنسوخة من الأمهات كما هي في طريقة رسم الكلمات. وكان إمام رسم الإملائي والكتابة في المدينة المنورة هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، المتوفى سنة 69 و100 هجرية. وقد نقل عنه تلامذته ما رواه في رسم المصحف وكتبوه كما أشار. وفي البصرة كان عاصم بن أبي الصباح الجحدري، المتوفى سنة 28 و100 هجرية. وفي الكوفة حمزة بن حبيب الزيات. وفي دمشق الشام أبو الدرداء الصحابي الجليل. وهؤلاء الأئمة هم عماد الرسم في كلمات المصحف العظيم. لقد غفل بعض المستشرقين الذين تعرضوا لدراسة تاريخ القرآن العظيم عن حقيقة هامة حين درسوا مظاهر الكتابة، هي أن القرآن العظيم لم ينزل كتابا مخطوطا، وإنما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، فكان يتلوه على الناس من حفظه لا من كتاب، وهم يسمعونه ويحفظونه، ولم تكن الكتابة هي الوسيلة في نشر القرآن وتعليمه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص منذ البداية على كتابته وتدوينه. وهو حين أراد أن يعلم أهل المدينة القرآن قبل الهجرة لم يعطهم مصحفا مخطوطا يقرؤونه، وإنما أرسل معهم مقرئا يتلو القرآن فيسمعونه. وحين طلب يزيد بن أبي سفيان من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من يعينه على تعليم أهل الشام القرآن، لم يرسل إليه عمر مصاحف مخطوطة يقرؤون فيها، وإنما أرسل ثلاثة من كبار الصحابة. والقراءة سنة
يأخذها الآخر عن الأول. لقد غفل هؤلاء المستشرقون عن ذلك، فظن بعضهم أن كثيرا من القراءات جاءت نتيجة رسم الإملائي العثماني، وذلك لتجرده عن علامات الحركات وتمييز الحروف المتشابهة. نشأت الدراسات العربية بفروعها المختلفة في أحضان القرآن العظيم، فكان المحور الذي دارت حوله الدراسات سواء التفسير منها او ما يتعلق باللفظ. وقامت دراسات لفهم مصدر التشريع ورسم الإملائي، وكانت مظاهر اثر الاسلام على الكتابة العربية جليلة عظيمة، نقلتها من كتابة محصورة في المعاملات التجارية لبضع جماعات من العرب الى كتابة عالمية تخدم حاجات الدولة المترامية الاطراف، واصبحت خط اقوام انصهروا فيها لانها كتابة القرآن، واستبدلوها بكتاباتهم وخطوطهم، واصبح الخط العربي السيد المتربع على عرش الخطوط واللغات. ان الرسم العثماني في الكتابة العربية يضع امامنا النموذج الصادق لحال الكتابة والخط العربي في النصف الاول من القرن الهجري الاول، حين كان الناس لا يحسون بالفرق بين كتابتهم وما يجدونه في المصحف الشريف، وكان أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ومن وافقهم من التابعين وأتباعهم يوافقون الرسم العثماني المصحفي في جميع ما يكتبون، ولو لم يكن قرآنا ولا حديثا. واستمر ذلك حتى ظهر علماء البصرة والكوفة، وأسسوا لفن الكتابة والخط ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية، وسموها علم الخط القياسي أو الاصطلاحي، وسموا رسم المصحف بالخط المتبع. وإن أكثر الظواهر الكتابية التي تظهر في الرسم العثماني مرسومة على قاعدتين قد مالت إلى التوحد، وكان علماء العربية يرعون هذا الاتجاه ويضعون له القواعد والضوابط التي توضحه وتيسره. إن ذلك الاتجاه أثر في ناحيتين، واحدة في ظهور الكتب والرسائل التي توضح القواعد المتطورة لرسم الكلمات، والأخرى تصف كيفية رسم الكلمات في المصاحف كي يحافظ الناس في كتابتهم للمصاحف على صورة كتابة المدينة المنورة. وقد ظهرت حركة التأليف في هذا الشأن منذ مطلع القرن الهجري الثاني، ولعل التأليف في الرسم المصحفي سابق للتأليف في موضوع الإملاء. يقول المستشرق بروكلمان: بفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا، والمسلمون جميعا يؤمنون بأن العربية وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في صلواتهم. وبهذا اكتسبت العربية منذ زمن طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى التي تنطق بها شعوب إسلامية. القرآن ولغته يصنعان وحدة وثيقة ممتدة، هي وحدة الفكر والعقل والمشاعر بين مئات الملايين من المسلمين، لا في نطاق محلي أو قومي فحسب، ولكن في مختلف أرجاء الأرض. والحق أن القرآن ولغته يمكنان كل منهما للآخر، فهو يهذب العربية ألفاظا وأغراضا وعبارات وأفكارا، ويقوي سلطانها منطوقة ومكتوبة. لقد وصل الخط العربي بفضل القرآن إلى أمم كثيرة فاستخدمته ونبذت حرفها، كما جرى في بلاد الفرس وأفغانستان وفي أفريقيا في لغاتها البربرية والنوبية والسواحلية والحوثية والملجاشية والحبشية، وفي لغات الأتراك
من عثمانية وتترية وقرمية ودغستانية وفي الأردية الهندية والباكستانية والكشميرية. هذا هو القرآن. قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. جزاكم الله خيرا. صلى على النبي. بهذا بنختتم بفضل الله سبحانه وتعالى دورة علوم القرآن اللي كانت بتدور حول جمع القرآن وكتابته وتاريخ الحفاظ عليه منذ نزوله وحتى يومنا هذا. حاولنا بقدر الإمكان نلم الموضوع، وإن كان الموضوع يحتاج إلى إلى دورات ودورات، لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. ربنا يبارك فيكم. كل دورة وانتم طيبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أراكم على خير إن شاء الله.